والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والصلاة والسلام على نبينا مفتاح الهدى ومصباح الدجى الذي أنار الله تعالى به الظلمات وأحيا به البشرية من بعد الممات، فتركنا على مثل البيضاء الليل والنهار فيها سواء، لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وتسليماته عليه. أيها المسلمون الكرام، عباد الله، أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم من جملة نبواته عليه الصلاة والسلام أنه لا تزال في هذه الأمة خصال من فعل الجاهلية، ومما تعارف عليه أصحاب تلك الفترة، وأعني بالجاهلية الفترة التي سبقت مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وسميت بالجاهلية لتحكم الجهل على أصحابها وانتشار الحماقة بينهم، والتعامل بينهم كان على أقرب من قانون الغابة، ولهذا سميت تلك الفترة بالجاهلية. فأخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن في هذه الأمة ستظل خصال من فعل الجاهلية، وهذه الخصال لا تكون بالضرورة عند جميع الأمة، إنما تجتمع في بعض وتتفرق في بعض آخر، وتكثر عند قوم وتقل عند آخرين، وهي ما جاء في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. أخرجه مسلم. وفي رواية: والنائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. هذا الحديث يا أخواننا ينبهنا على خطورة هذه الخصال، ويكفي في خطورتها أنها نسبت إلى الجاهلية، فمن تحلى بخصلة من هذه الخصال ففيه من أمر الجاهلية ما فيه، لأن فيها حماقة، وفيها اعتراض على حكم الله عز وجل وعلى أقداره وعلى ما أراد سبحانه، وفيها احتقار لبني آدم من المسلمين ممن كرمهم الله سبحانه وتعالى. فقال في أولها صلى الله عليه وسلم: الفخر بالأحساب. والحسب هو ما يحتسبه الإنسان
من الشرف في قومه، بيختلف عن الأنساب، لأن النسب هو الافتخار بمجرد العنصر، وأما الفخر بالأحساب فهو الافتخار بما وجد الإنسان من صفات الخير في أهله من الشجاعة والكرم وغير من الصفات الفاضلة. فالفخر بالأحساب أي الفخر بالصفات النبيلة، والفخر بالأنساب أي الفخر بأصل العنصر، إن العنصر أو الجنس أو القبيلة المعينة تفتخر على غيرها من القبائل بشرف نسبها. ودي أخواننا من أسوأ طباع الجاهلية، وجاء الإسلام ليضع عنا عبية الجاهلية وافتخارها بالأنساب، وجعل بيننا كمؤمنين الرابط هو الرابط الوحيد الحقيقي الذي تتفاوت به الناس ويترقى به العباد في المنازل، هو رابط التقوى. قال تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. دي قاعدة وضع الإسلام وجعل الناس على هذه القاعدة سواء، لا فضل لعربي ولا عجمي إلا بالتقوى. وضرب الصحابة رضي الله عنهم أروع الأمثلة في تطبيق هذه القاعدة، وفي الحياة تحت أبوة الإسلام ليس لهم ما يميزهم إلا تقواهم عند الله عز وجل. ولهذا لما عير أبو ذر الغفاري، وهو من قبيلة غفار من أشراف العرب، وكان سيداً في قومه وكان شجاعاً وكان فيه ما فيه من الخصال، فيوم من الأيام عير بلالاً رضي الله عنه بأمه، قال: يا ابن السوداء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني لسه فيك خصلة من خصال الجاهلية. فاعتذر أبو ذر ووضع عنقه على الأرض ليطأ عليه بلال اعتذاراً لبلال وتوبةً إلى الله سبحانه وتعالى. فيخواننا، ليس لنا شرف في قبائلنا، ولهذا مما دسه أعداء الإسلام ليفرقوا به هذه الأمة وليطعنوها في خاصرتها ما يسمى بالقوميات، كالقومية العربية التي استحدثها الفرنسيون قبل حوالي 800 سنة، دعوا إلى القومية العربية، وما يسمى اليوم بجامعة الدول العربية وغير من القوميات، القومية الأفريقية وما تعرف أبناء النوبة وأبناء كذا وغير، كل هذه من الجاهلية العمياء اللي الغرض منها الأساسي تفريق المسلمين على إنه هذا عربي وهذا أفريقي وذاك نوبي، لكي لا ننتسب جميعا إلى الإسلام. ومما يحرص على الكلام في هذه القضية ما يثار هذه الأيام من حروب أصلها التفريق العنصري. نسمع كل يوم من الأيام مناوشات وقتال وحروب بين قبائل مسلمين، كلهم مسلمين، قتال في حلفة، في شرق السودان، في أبو جبيهة، وفي دارفور، وغير من أنواع القتال القائمة على الأصل العنصري. وذا يعني وإن كان موجود، ما انتهى أصلاً في البلد، موجود ولكن يثار لأغراض سياسية
ولست بغرض التحليل السياسي، إنما أريد من المسلمين أن يرجعوا إلى دينهم وأن يعتزوا بنسبتهم إلى الإسلام. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. نحن ما إخوة لأننا عرب أو لأننا أفارقة أو لأننا سودانيون، بل لأننا مسلمون. نحن مسلمين يا إخواننا، ونفتخر بانتسابنا للإسلام، وهو الذي ساوى بيننا. لقد رفع الإسلام سلمان فارس كما حط الشرك الشقي أبا لهب. ما عندك ميزة تميزك على الناس التاني، ما تفتخر. الليلة كثير مننا طوال يوصل نفسه بنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى بني هاشم أو إلى العرب، بغض النظر عن إنه الانتساب ده صحيح ولا خطأ. هب إنه الانتساب ده صحيح، ما عندك ما يشرفك على الناس التانين، ولا عندك ما يميزك عليهم، ولا عندك ما تفتخر به عليهم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أشرف بني آدم وسيد العرب والعجم، ما افتخر يوم من الأيام بنسبه. أنت اللي جاي تنتسب له بالكذب، ساي جاي تتفاخر على الناس وتعمل فايت تسيد البلد والناس كلهم تحتك أنت. النبي صلى الله عليه وسلم ما افتخر به. ودخل يوما رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فارتعد الرجل، ارتجف من مهابة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا ابن امرأة من مكة كانت تأكل القديد. شوفوا التواضع كيف. لما الرجل هاب النبي صلى الله عليه وسلم لمكانته قال له: أنا ابن امرأة من مكة كانت تأكل الكسر الناشف القديد. ده من تواضعه عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. إذن أيها المسلمون الكرام، كما لا يحل لنا أن نفتخر بما عندنا من النسب أو الحسب، كذلك لا يجوز لنا أن نطعن في الآخرين بسبب أجناسهم، لأنهم قد يكونوا عند الله أفضل منك. والعبرة بما عند الله لا ما عند الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بالرجل العظيم السمين وهو لا يزن عند الله جناح بعوضة. ما تفتخر. نحن قدمنا وأهلنا السو، ونحن سعنا بلبن الطيور بنخج، ونحن شنو عملت شنو انت؟ والله في ناس لما تشوفوا يتكلموا عن رقبتهم بس ما فضل لهم إلا يقولوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. بس فضلت لهم دي. يا ناس في شنو؟ ما في أي حاجة، ولا في شيء بيقدمك على الناس، ولا بيسيدك عليهم، ولا بيفضلك عليهم. والبلد دي ترى احنا كلنا ساكنين فيها، وانت اهلك جوبتين ولا انا اهلي جوبتين، ما انا عارف انه ذاته كويس. ندعايش كمسلمين، لا كعرب ولا كسودانيين ولا كافارقه، ندعايش نحن كمسلمين، وعلى وتحت مظله الاسلام يسعنا جميعا، فنكون اخوه في الله سبحانه وتعالى، متحابين فيه، متوادين فيه، نجتمع على محبته في الدنيا، ونجتمع كذلك يوم القيامة عند الله إخوة متحابين في جناته إن شاء الله تعالى. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت. يا ذا الجلال والإكرام، الحديث له بقية، نكمل إن شاء الله إن مد الله في الآجال الجمعة القادمة.